نور، احنا عارفين ان انت يعني اتفقتي مع او بتاخدي رسومات الاطفال، هما مستشفى السرطان. هما بيرسموا على الورق وانت بتحولي تصميماتهم دي لتطريز على القماش واللي حاجات حقيقيه. احنا شفنا يعني هنشوف دلوقتي كمان صوره تتعرض على الشاشه كمان شويه. قولي لي انت ازاي اتجمعتي مع الاطفال دول، يعني رحت لهم ازاي وبداتي تتفقي معاهم ان هما تاخدي رسوماتهم وتحوليها للقماش ده ازاي؟ هي كانت بروسس بسيطه قوي، يعني انا فضلت كتير عبال ما اصلا رحت لهم، يعني عشان اعرف اني اطفال اللي انا محتاجاهم ليه كانسر، ليه مش اي مرض تاني. فعملت ريسيرش انه الاطفال في كانسر بيبقى بيطلعوا الشغل اللي بيطلعوه على الورق ليه معنى اكتر بكتير قوي من اطفال عاديه. يعني انا عملت الاول تيست مع ولاد اختي، فبوريهم نفس الحاجه بس الاثنين بيطلعوا ريزلتس مختلفه تماما. وده من الريسيرش اللي انا عملته، كان عشان الاطفال دي ما عندهاش نادي يلعبوا فيه، مش بيروحوا المدرسه، هم قاعدين في المستشفى. فاول حاجه هيعرفوا يطلعوا فيهم الطاقه اللي جوه المحبوسه جوه ما هي الورقه والقلم. فبيبتدوا حتى الحاجات اللي انا بوريها لهم ما ببقاش مصدقه الريزلت، هو بيجود على الفنان اصلا. فبيبتدي يلون ويدخل الوان ويستخدم المستشفى. من هنا بصراحه اقدر اقول ان المستشفى دي جنه على الارض، ما اقدرش اقول اي حاجه. وخصوصا انا برسم في حته اسمها ورشه العلاج بالفن. هم هناك بيؤمنوا انه احنا ممكن نعالج الاطفال دي بالفن بالرسم. ومن هنا بقى ابتديت رحت 7 شهور ولسه بروح لغايه دلوقتي، مع ان مشروعي خلص بس لسه بروح عشان مش عارفه. الرسومات حلوه قوي، يعني قد ايه بسيطه وباين فيها البراءه وباين فيها روحهم، والالوان مبهجه كمان. هم دي الوانهم، انا ما غيرت حاجه، انا بس باخد الحاجات اللي هم رسموها وبعمل لها ديزاين. ماليش حق ان انا ارسم اي حاجه من اللي هو شخبطه. ما بتضيفيش اي حاجه على الرسمه ولا حتى الالوان بتغيري فيها؟ لا، ممكن اغير في الالوان لو الالوان مش متناسقه، عشان طبعا على الخياطه وكده لو في لونين بعيد قوي عن بعض ما يبقاش الكونتراست عالي. بس بس غير كده هي رسوماتهم، انا بس بديزاين، بحطها في نقشه، اعمل لها برنت عشان تبقى على القماش شكلها يعني حلو.